بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 26، وهي قول المصنف رحمه الله: القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. قوله يقبل قول الأمناء، الأمناء جمع أمين، والأمين هو من كان مال غيره بيده بحق، من كان مال غيره بيده بحق، وذلك كالوكيل والشريك والولي على مال اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحو هؤلاء ممن يتصرفون في أموال غيرهم بحق. فإن كان بغير حق فهذا ليس أمينا، وإنما هو ظالم، كمن يسرق مال غيره أو يغصبه، فإن هذا ظالم لأن مال غيره في يده بغير حق. وتقدم معنا في القاعدة 14 أن الناس باعتبار حصول المال في أيديهم 3 أصناف. الصنف الأول مالك للمال، والصنف الثاني أمين، وهو الذي يكون مال غيره بيده بحق، والصنف الثالث ظالم، وهو الذي يكون مال غيره بيده بغير حق. ومن كان أمينا فإن قوله يقبل في التصرف وفي الإتلاف، وذلك لأنه محسن، محسن بالأمانة، محسن بتحمل الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما على المحسنين من سبيل. فيلزم من كونهم أنهم لا سبيل عليهم أن قولهم يقبل، وأنهم لا يطالبون بالضمان. ويفهم من قول المصنف رحمه الله يقبل قول الأمناء أن غير الأمناء وهم الظالمون لا يقبل قولهم. فلو أن شخصا غصب مال غيره ثم ادعى بعد ذلك تلفه، فإن قوله لا يقبل لأنه ليس أمينا، وما دام أنه ليس أمين فإن قوله يكون مردودا عليه. وهذه القاعدة
قاعدة نافعة جدا في مسائل الخلاف بين الأمناء وأصحاب الأموال. فإذا حصل خلاف بين الأمين وصاحب المال فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون صاحب المال عنده بينة فيقبل قوله حينئذ عملا بالبينة. الحال الثانية أن يكون الأمين عنده بينة فيقبل قول الأمين نظرا إلى البينة التي عنده. والحال الثالثة ألا يكون عند واحد منهما بينة، لا صاحب المال ولا الأمين، فحينئذ يقبل قول الأمين لأنه محسن بتحمل الأمانة. ومثال ذلك لو أن شخصا دفع مالا لشخص آخر ليتاجر به، وادعى المتاجر بالمال المضارب به أن المال قد تلف، وليس هناك بينة عند صاحب المال وأيضا ليس هناك بينة عند الأمين، فهل يقبل قول صاحب المال أو يقبل قول المضارب الذي يتاجر بالمال ويديره؟ والجواب على ذلك أنه يقبل قول المتاجر بالمال المضارب به. ولماذا يقبل؟ يقبل لأنه أمين. والقاعدة عند العلماء أن من كان أمينا فالقول قوله، من كان أمينا فالقول قوله، كما قال المصنف رحمه الله يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها وغيرها، كما لو ادعى دفع المال وإعادته لصاحب المال فإن قوله يقبل. فإذا القاعدة أن من كان أمينا فالقول قوله، لكن يستثنى من ذلك ما خالف الحس أو خالف العادة. فإذا كان قول الأمين يخالف الحس، يعني يخالف الأشياء المحسة، أو يخالف ما جرت به العادة، فإن قوله حينئذ لا يقبل. ولهذا العلماء يقولون كل دعوى يكذبها الحس أو العادة فقول مدعيها غير مقبول، كل دعوى يكذبها الحس أو العادة فقول مدعيها غير مقبول. ومثال الدعوى التي يكذبها الحس لو أن شخصا أودع مالا عند آخر والوديع مؤتمن ثم طالبه بعد ذلك برد المال له، فادعى الأمين ادعى الوديع بأن المال تلف بحريق في بيته ولم يرى الناس هذا الحريق، فإن قوله لا يقبل، وذلك لأنه مخالف للحس حتى وإن كان أمينا فإن قوله لا يقبل هنا لأنه مخالف للحس. لكن لو ادعى أنه تلف بحريق وعلم الناس أن
بيت فلان حصل فيه حريق، فإن قوله يقبل حينئذ، لأن الحس لا يكذبه بل يصدقه. هذا مثال الدعوى التي تخالف الحس فلا تقبل، أما إن كانت توافق الحس فإنها تقبل حينئذ. ومثال الدعوى التي تخالف العادة، لو أن الوديع في المثال السابق ادعى أن الوديعة تلفت، فإن هذا القول لا يقبل لأنه مخالف للعادة، لأن العادة أن الوديعة إذا تلفت يتلف معها ماله، أما إذا ادعى أنها تلفت ولم يتلف شيء من ماله هو فإن قوله لا يقبل. كما لو قال جاء سيل وأتلف الوديعة ولم يتلف شيئا من ماله هو، فإن قوله لا يقبل لأنه يخالف العادة، فإذا جاء السيل فإنه لا يختص بهذه الوديعة بل يتلفها ويتلف غيرها من المال. فدعواه هنا مخالفة للعادة حتى لو كان في حقيقة الأمر صادقا، إلا أن دعواه هنا مخالفة للعادة، والقاضي أو المفتي يحكم أو يفتي بما يظهر له بالأمور الظاهرة. أما الأمور الباطنة فهذه تكون بين العبد وبين ربه، فإذا كان صادقا فإن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذه القاعدة أن الأمين إذا قبلنا قوله فإننا لا نلزمه باليمين، لا يلزمه أن يحلف، ولهذا العلماء أن الأمين إذا قبلنا قوله فإنه يلزمه اليمين، ولهذا العلماء يقولون لمن قبل قوله لزمته اليمين، من قبل قوله لزمته اليمين. ومما يتنبه له أن الفقهاء في مسائل الأمانات وقبول قول الأمين يقولون يقبل قوله لأنه أمين، ولا يذكرون مع ذلك أنه يقبل قوله، لأن هذه القاعدة قاعدة مستقرة عند العلماء فلا يحتاجون إلى أن يذكروها في كل مرة. فإذا قال العلماء يقبل قوله فمعنى ذلك أنه تلزمه اليمين. كل موضع قال الفقهاء فيه عن الأمين يقبل قوله فإنه يلزمه مع ذلك أن يحلف، وهذا من حسن فهم العلماء للشريعة، لأن الإنسان قد يكون أمينا ولا يكون عند المدعي بينة، وكذلك الأمين ليس عنده بينة فيعمل بقول الأمين، إلا أنه في حقيقة الأمر قد يكون الأمين غير صادق، فلهذا قال العلماء يلزمه اليمين، لأن اليمين هنا تؤكد الأمر الظاهر وهو صدق الأمين، فاليمين تؤكد الأمر الظاهر وتزيده قوة وهو صدق الأمين. فإذا عرفنا أن العلماء إذا قالوا في شخص يقبل قوله فمعنى ذلك أنه يلزمه اليمين، وهم أحيانا يصرحون بهذا وأحيانا لا يصرحون بهذا اكتفاء بما ذكروه في مواضع أخرى، ولأن هذه القاعدة قاعدة مستقرة عند
الفقهاء. وهذه القاعدة كما قلنا لها فروع تتعلق بمسائل الخلاف بين الأمناء وأصحاب الأموال، يذكرها الفقهاء في أبواب البيوع والإيجارات والشركات والوقف والوصايا ونحو ذلك من المسائل التي يقع فيها خلاف بين الأمين وصاحب الحق. ولما انتهى المصنف رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى، فقال: القاعدة 27: من ترك مالا جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. الجهل في قوله جهلا هو عدم الإدراك للشيء، بمعنى أن الإنسان لا يكون عنده علم به، كما لو سئل أين فلان فقال لا أدري فهذا جهل، ويسمى عند العلماء جهلا بسيطا. أو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، كما لو سئل الإنسان متى وقعت غزوة تبوك فقال في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد للشيء على غير ما هو عليه في حقيقة الأمر. أو سئل كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي فقال 70 سنة، فهذا جهل مركب، لأنه يعتقد لأن ما عليه حق وفي حقيقة الأمر ليس كذلك، ويسمى جهلا مركبا لأنه مركب من أمرين: الأول عدم العلم، والثاني اعتقاد العلم، فهو لا يعلم ويعتقد أنه يعلم. ومن أمثلة ذلك لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة وهو يجهل وجود النجاسة على الثوب فلا يعلم بذلك. والنسيان معناه الذهول عن الشيء، أن يذهل الإنسان عن الشيء. والنسيان والسهو هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ الأكثرون من العلماء يطلقون النسيان والسهو على معنى واحد ويجعلونهما مترادفين على ذهول قلب الإنسان عن الشيء. وبعض العلماء يقول النسيان يكون لما مضى، والسهو يكون عن الشيء الحاضر، وهذا تفريق لفظي، والفقهاء لا يفرقون بينهما. والذمة في قوله لم تبرأ لذمته هي وصف مقدر في نفس الإنسان يقبل الإلزام أو الالتزام. الذمة وصف مقدر في الإنسان، بمعنى أنها ليست شيئا محسوسا، وإنما قدر الشرع وجودها في الإنسان. وهذا الوصف وهو الذمة إذا وجد في الإنسان يقبل الإلزام والالتزام. والعلماء من الأصوليين والفقهاء لهم كلام طويل على الذمة، يتكلمون عليها في مبحث عوارض
الأهلية. وهذه القاعدة من القواعد المهمة في أبواب العبادات، لأنها تعين الفقيه على معرفة حكم العمل. إذا ترك المكلف بعض واجباته جهلا أو نسيانا، أو فعل فيه محظورا جهلا أو نسيانا، والقاعدة في هذا أن الجهل والنسيان ليس عذرا في باب الأوامر، ويعذر بهما في باب النواهي. ليس عذرا في باب الأوامر ويعذر بهما في باب النواهي. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، يعني ترك المأمور به جهلا أو نسيانا، لم تبرأ ذمته إلا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان، برئت ذمته وتمت عبادته. وقوله وتمت عبادته، هذا يستفاد منه أن القاعدة متعلقة بالعبادات. ومن فروع هذه القاعدة لأن الإنسان إذا صلى من غير وضوء جاهلا بوجوب الوضوء أو ناسيا، ولما انتهى من الصلاة علم أن الوضوء واجب، أو تذكر أنه لم يتوضأ، فهل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا يجب عليه ذلك؟ والجواب أنه يجب عليه أن يعيد ذلك، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء من باب المأمورات، والمأمورات القاعدة فيها أنها لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، بمعنى أن الذمة لا تبرأ بالجهل والنسيان إذا ترك المكلف المأمور به. وإن كان يعذر الإنسان في عدم الإثم، في أنه لا يأثم إذا ترك المأمور به جاهلا أو ناسيا، فإنه يعذر من حيث الإثم، لكن ذمته لا تبرأ بترك المأمور به. والمقصود بالمأمور به المأمور به على سبيل الوجوب الذي شغلت ذمته به، فإذا تركه جاهلا أو ناسيا فإنه يجب عليه أن يأتي به، ولا يكون الجهل والنسيان عذرا في سقوط الوجوب عنه وبراءة ذمته، وإن كان يكون عذرا في عدم لحوق الإثم له. ومثل ذلك لو أن الإنسان ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا أو ناسيا، فإن ذمته لا تبرأ بذلك، ويجب عليه أن يأتي به إذا أمكنه هذا. فإن لم يمكنه فإنه تجب عليه الفدية، كما لو أن إنسانا ترك المبيت بمزدلفة على القول بأنه واجب جاهلا أو نسيانا، ثم في آخر الليل علم وجوب المبيت بمزدلفة، فإنه يجب عليه أن يذهب ويبيت فيها إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي ببدله، وهو الدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. هذا في باب الأوامر.
أما في باب النواهي فإن النهي عذر في فعل المحذور، وتبرأ ذمة المكلف بالعبادة التي وقع فيها فعل محظور جهلا أو نسيانا. ومثال ذلك لو أن إنسانا صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بذلك، ولما انتهى من الصلاة رأى النجاسة، فهل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ هل يلزمه أن يزيل النجاسة ويعيد الصلاة؟ والجواب على ذلك: أما إزالة النجاسة فواجبة، وأما إعادة الصلاة فلا تجب عليه. ولماذا لا تجب عليه؟ لأن وقوع النجاسة على الثوب ليس من باب المأمورات، وإنما من باب آخر وهو باب المحظورات، والمحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك لو وجد النجاسة على بدنه كملابسه الداخلية، أو وجدها على المكان الذي صلى فيه وذلك بعد أن انتهى من الصلاة، فإن صلاته صحيحة. ومثل ذلك لو أن إنسانا تطيب وهو محرم بعمرة أو بحج جاهلا بأن هذا محظور من محظورات الإحرام، فإنه لا يأثم بسبب جهله وليس عليه شيء، فلا تفسد عبادته ولا تلزمه الفدية، لكن يجب عليه مباشرة أن يزيله، يجب عليه أن يزيل الطيب، إما بغسل وإما بحك وإما بأي وسيلة من الوسائل التي يتحقق بها هذا المقصود، لأن المقصود إذا تعددت وسائله فلا يلزم، فلا تتعين إحدى هذه الوسائل، فيزيله بأي مزيل كان. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذه القاعدة كما قلنا قاعدة نافعة في النسيان والجهل اللذين يتعلقان بترك الواجبات أو فعل المحظورات وعلاقتهما ببراءة ذمة المكلف من هذه العبادة أو عدم براءة ذمته منها. وقد عرفنا أنه إذا ترك الواجب في العبادة جاهلا أو ناسيا فإن ذمته لا تبرأ إلا بفعله. أما إذا فعل المحظور في العبادة جاهلا أو ناسيا فإن عبادته صحيحة ولا يتعلق بذمته شيء، بل تكون ذمته بريئة من ذلك. والعلماء يجعلون باب الجهل والنسيان بابا واحدا، فيقولون: الجهل والنسيان بابهما واحد، بمعنى أن أحكامهما واحدة. وأصل هذه القاعدة الكتاب والسنة، أما الكتاب فكما في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت، أي لم أؤاخذكم بالجهل والنسيان. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني وضع عنهما إثم ذلك. وهذه أدلة عامة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده بالجهل والنسيان. وقد جاء أدلة خاصة في هذا، منها حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح عندما تكلم في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه تكلم فيها جاهلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، والكلام في الصلاة من باب المحظورات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فجاءه جبريل وأخبره أن نعله فيه نجاسة، فخلع نعله، وخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم في الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل الصحابة لماذا خلعتم نعالكم، فقالوا يا رأيناك يا رسول الله خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو دون ما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أول الصلاة الذي صلى وهو لابس للنعل الذي فيه نجاسة، فدل ذلك على أن الإنسان يعذر إذا وقعت النجاسة على ملبسه أو على بدنه أو على البقعة التي يصلي فيها وهو لم يعلم بذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ورفع المشقة عنهم، لأن هذه القاعدة راجعة إلى القاعدة الكبرى وهي التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين. ولو أن الله سبحانه وتعالى رتب الإثم ورتب عدم براءة الذمة مع وجود الجهل أو وجود النسيان لكان هذا فيه حرج عظيم ومشقة على الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وتخفيفه عليهم وتيسيره عليهم في سائر شؤونهم جعل الجهل والنسيان لا يترتب عليهما إثم. وإذا فعل الإنسان محظورا جاهلا أو ناسيا في عبادة من العبادات فإن ذلك لا يؤثر على العبادة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولما انتهى رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى، فقال القاعدة 28 يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. البدل هو ما جعله الشارع يقوم مقام غيره، فهذا يسمى بدلا. فالتيمم بدل عن الوضوء لأنه يقوم مقام الوضوء. وقيمة مثل الصيد بدل عن المثل لأنها تقوم مقامه، لأن من قتل صيدا وهو محرم أو وهو في الحرم فإنه يجب عليه مثله، فإذا لم يجد المثل
فإنه يجب عليه قيمته، فالقيمة بدل عن المثل، فالبدل ما جعله الشارع عوضا عن غيره، ما جعله الشارع عوضا عن غيره، وهو يقابل الأصل، لأن الأشياء إما أصل وإما بدل عن الأصل. وهذه القاعدة من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن المكلف إذا لم يتمكن من الإتيان بالأصل فقد فرج الله عنه وجعل له عملا يقوم مقام الإتيان بالأصل، وهو أن يأتي ببدله، ولم يضيق عليه بأن يأتي بالأصل. فإذا لم يجد في زمان الوجوب الأصل فإنه من رحمة الله وتيسيره على عبده لأباح له أن ينتقل إلى بدله، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا عجز عن الأصل فإنه يأتي ببدله إذا كان له بدل، يأتي ببدله إذا كان له بدل. أما إذا لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا لم يتمكن من الأصل في زمان الوجوب وليس له بدل فإنه يسقط عنه، لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان له بدل فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى بدله، ولهذا قال المصنف رحمه الله ولكن لا يصار إليه، يعني إلى البدل، إلا إذا تعذر الأصل. وهذا شرط للانتقال للبدل، وهو أن الإنسان يعجز عن الأصل. أما إذا كان قادرا على الأصل فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى البدل. ومثال ذلك أن الإنسان إذا لم يجد الماء في الوضوء حقيقة أو حكما، لم يجد الماء حقيقة بأن لم يكن عنده ماء فلا يستطيع استعماله لعدم وجوده حقيقة، ولا يجده حكما بأن كان الماء موجودا لكنه لا يستطيع الوصول إليه، كالماء الذي في بئر وليس عنده دلو أو آلة يستخرج بها الماء والوقت متضيق عليه، فإنه هنا فاقد للماء حكما، يحكم بأنه فاقد له وإن كان الماء موجودا الحقيقة. فإذا عجز عن الماء فإنه ينتقل لبدله، وهو التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فرتب الإذن بالتيمم على عدم وجود الماء. فيفهم من هذا أن الإنسان إذا وجد الماء لا يجوز له أن ينتقل للبدل، وهو التيمم. وقوله فلم تجد، هذا أخذ منه العلماء أنه يجب عليه أن يبحث عن الأصل ويبذل وسعه في هذا، لأنه إذا لم يبحث
وليس عنده ماء فلا يسمى غير واجد، الذي يقال عنه إنه لم يجد الماء هو الذي بحث عن الماء ولم يحصله، فهذا يقال عنه لم يجد الماء. أما الذي لم يبحث عن الماء فلا يقال لم يجد الماء، وإن كان يقال ليس عنده ماء، هو ليس عنده ماء لكن لا نقول عنه لم يجد الماء لأنه لم يبحث عن الماء. فيجب على المكلف أن يبحث عن الأصل ويسعى للحصول عليه قدر استطاعته، فإذا عجز عن ذلك بحسب قدرته واستطاعته فإنه حينئذ ينتقل إلى البدل. وقول العلماء البدل يقوم مقام المبدل معناه لأنه يقوم مقامه في حكمه لا في وصفه، قولهم البدل يقوم مقام المبدل معناه أنه يقوم مقامه في حكمه لا في وصفه، أما في وصفه فقد يساويه وقد ينقص عنه كما صرح بذلك الفقهاء كابن عبد الهادي في خاتمة مغني ذوي الأفهام وغيره، في أن البدل قد يساوي المبدل عنه وقد ينقص عنه. فمعنى قول الفقهاء البدل يقوم مقام المبدل معناه أنه يقوم مقامه في حكمه لا في وصفه، وقد نبه على هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه لابن القيم رحمه الله، ولهذا قال الفقهاء كابن عبد الهادي وغيره البدل يقوم مقام المبدل، البدل يكون مساويا للمبدل وقد ينقص عنه. فمثال البدل الذي يساوي المبدل أن من ذبح أن من صاد غزالا وهو محرم أو في الحرم يجب عليه أن يذبح عنزا، فالعنز هنا مثل الغزال ومساوية له. ومثال ما ينقص مثال البدل الذي ينقص عن الأصل لأن المسافر يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، أن المقيم يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أربعا، فإذا سافر جاز له أن يصلي ركعتين، والركعتان هنا بدل عن الأربع ركعات، وهل هي مساوية لها أو ناقصة عنها؟ الجواب أنها ناقصة عنها. فكلام العلماء في قولهم يقوم مقام المبدل يعني في الحكم لا في الصفة، أما في الصفة فالبدل قد يكون أنقص من المبدل عنه. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان بسبب عذر شرعي فإنه يجب عليه أن يصوم يوما مكانه ليكون قضاء، وهذا اليوم الذي هو قضاء مثل اليوم الذي هو الذي من أيام رمضان، مثله حكما ومثله أيضا صفة. ولو أنه عجز عن الصيام لا يستطيع فإنه يجب عليه الإطعام، والإطعام ليس مثل الصيام ولكنه ينقص عنه. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. وقد نبه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقود لأن الشارع قد يجيز البدل في بعض الأحيان لأنه أفضل من الأصل،
من حيث الثواب، فقد يجيز البدل مع وجود الأصل، لأن البدل أفضل من الأصل. ومثال ذلك لو أن إنسانا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى، أو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى، فيجوز له أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، ويجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. فالأصل هنا في النذر هو المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر أن يصلي أو يعتكف، أو المسجد الأقصى إذا نذر أو أن يعتكف في المسجد الأقصى. والبدل هو المسجد الحرام، فالبدل هنا أفضل من الأصل. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك، يعني فتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هنا. فعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. ففي بعض الأحيان يكون البدل أفضل من الأصل، وهذا مستثنى من قول الشيخ رحمه الله في القاعدة: ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. فيقال إذا دل، يقال هذه هي القاعدة العامة، أنه لا ينتقل للبدل إلا إذا عجز الإنسان عن الأصل، إلا إذا دل دليل على أن البدل أفضل من الأصل، فإنه حينئذ يجوز للإنسان أن يأتي بالبدل مع إمكان إتيانه بالأصل. ولما انتهى من هذه القاعدة عقد قاعدة مهمة جدا، وهي القاعدة 29، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.